بمقطوعات موسيقية كلاسيكية افتتح معرض عمان النمسا انطباعات فوتوغرافية احتفالاً بمرور 50 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. المعرض كان فكرته أنه يكون مثل تبادل ثقافي بين سلطنة عمان والنمسا، فكانت فكرته بين سفارة سلطنة عمان في النمسا وسفارة النمسا في سلطنة عمان بين السفريات طبعاً، فكانت الفكرة أنه يتبادل المصورين من النمسا وعمان، المصور العماني يصور في النمسا والمصور النمساوي بيصور في عمان، فيكون صور مختلفة كل حد يشوف البلد الثاني بنظرة شخص من غير هذه البلد طبعا. الصور الفوتوغرافية تنوعت بين التراث والمظاهر الحضارية والطبيعية التي تتميز بها كل دولة كجانب معزز للتواصل الحضاري وتنشيط الحركة السياحية بين البلدين. إني استمتعت بالتقاط الصور في الكثير من الدول، وقد استمتعت بالتقاط الكثير منها هنا في عمان، فالناس يرحبون بالتقاط الصور معهم، كما أن الطبيعة غنية بالكثير من المعالم. الحفل رافقته المقطوعات الموسيقية لفرقة آمور الرباعية التي أمتعت الحضور بمقطوعات لبيتهوفن وموزارت وجوانب أخرى من تراث النمسا. عمان النمسا 50 عاماً من الدبلوماسية عبر 40 صورة متنوعة يقدم الكثير من الثراء لمتذوقي التصوير الفوتوغرافي. من مسقط، يعقوب بن يوسف البلوشي.